صباح الخير أعزائي المشاهدين، صباح السعادة والأمل، صباح مشرق بكل الخير لكم ولنا. أهلا بكم في لقاء متجدد مع برنامجكم ترين كافيه، معكم محمد عنتر. النهاردة هي مش حلقة، النهاردة رحلة. الرحلة دي رحلة علم مع عالم، ومعانا عالمة. رحلة علم هو علم التنمية البشرية، والعالم هو عالم دكتور إبراهيم الفقي، والعالمة دكتورة منال الديب. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين كلهم. أهلا وسهلا بمعاني. أهلا وسهلا. حضرتك في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات، وإحنا النهاردة حلقتنا عن التنمية البشرية وتطوير الذات. فعايزينك بقى إيه يعني النهاردة بقدر ما تستطيعي، وأنت زي ما قلت في البداية عالمة في التنمية البشرية وتطوير الذات، ودخلت في تخصصات أخرى. فهناخد بس نبذة كده بسيطة عن كلمة التنمية البشرية. هي التنمية البشرية يمكن الناس بتسأل دايما إيه هي التنمية البشرية وإزاي الإنسان يعني أنتوا هتقدروا تنموا البشر كلهم. هي عملية النمو البشري المستمر الموجود اوريدي، يعني كل البشر في نمو مستمر. الفكرة ان احنا نخليه نمو ايجابي. هنا بقى كلمة نمو ايجابي دي احنا كحلقة وكترند كافيه هنرحب بحضرتك في فيديو نتمنى ان هو يعجب حضرتك ويعجب السادة المشاهدين. شكرا. نعرف بحضرتك. مين العالمة المتميزة الدكتورة منال الديب. شكرا. منال الديب عميد كلية التنمية والعلوم الإنسانية بجامعة باشن الدولية واستشاري التدريب وتطوير الذات، وهي الابنة الروحية للدكتور الراحل إبراهيم الفقي وصاحبة المكتبة الشخصية الخاصة به، وكانت كبير المدربين المساعدين له في جميع برامجه التدريبية الكبرى، وهي أيضا كبير مدربين معتمد من المجلس الوطني للتدريب والتطوير واستشاري الصحة النفسية والإرشاد السلوكي، وهي خبير دولي معتمد من الهيئة الدولية لعلماء التنمية البشرية ورئيس قسم علوم التنمية البشرية والإشراف على رسائل الأبحاث العلمية بمجلس علماء مبدعي مصر والعرب، وهي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة قادة التغيير للتدريب وتنمية المهارات البشرية واستشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، والعضو المنتدب لشركة زهراء حلوان للاستثمار العقاري، وأيضا عضو للتحدي. دكتورة منال، حضرتك اسم اللي بيسمعه مرتبط بالدكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه، فعايزين نقول هنا هو وفاء العطاء، وفاء التلميذ للأستاذ، إنجاز لنا التعبير طبعا. يعني حضرتك كنت كبير مساعدين دكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه، إزاي وانت قريبة منه أثر في حياتك؟ عايزة أقول لحضرتك أنا بدأت رحلتي في التنمية البشرية ودراسة علوم التنمية البشرية مع دكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه من 2005 إلى أن توفاه الله، أنا ما سبتوش وفضلت يعني تدرجت، خدت كل البرامج اللي كان بيدربها، البرمجة اللغوية العصبية الـ NLP، ديناميكية التكيف العصبي الـ NCD، قوة الطاقة البشرية الـ PHE، وتدريب المدربين CCT. وفضلت بقى بعد كده يعني اول مره في اول سنه دي كنت انا التلميذه، بعد كده ابتديت ابقى مساعد لدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه في التدريب، بعد كده يعني يمكن على سنه 2010 بقيت كبير المدربين المساعدين لي في تدريب المدربين وبقيت البرامج. طبعا حضرتك لما تكون في كرسي التلميذ غير لما اكون في كرسي الاستاذ، تمام. فدي اكسبتني مهارات كتيره جدا، لان انا لما كنت بساعد في التدريب ده كان بيخليني ارشد المتدربين لاجراءات معينه وتطبيقات، يعني دكتور يشرحها وبعدين في التنفيذ العملي اكون انا المتابعه ليه، ومعايا برضو بعض الزملاء. نعم. دي خلتني اشوف الدراسه بشكل مختلف، يعني شفت رؤية مختلفة وأنا بشرحها، فدي طبعا أثقلتني
خلتني لما بقف على الستيج بقيت في القوة الحمد لله رب العالمين، ان انا يعني يكفيني شرف ان الناس بتقول كأننا شايفين دكتور إبراهيم الفقي. ده حقيقي. دي حاجة يعني عايزة أقول لحضرتك بتسعدني سعادة غير عادية، لأن أنا ما بقلدش دكتور إبراهيم. في بعض المدربين بيقلدوا الإفيهات، بيقلدوا الحركات، أنا ما بقلدش، بس أنا يعني هي روحه بقت فيا بفضل الله سبحانه وتعالى. وده طبعا يعني شرف أنا أعتز بيه، أنه كان بيقول دي بنتي اللي أنا ما خلفتهاش، دي يعني بنتي البكريه في التنميه البشريه. هو ابويا الروحي النهارده حكى البنت، هو ابويا الروحي طبعا، هو ابويا الروحي وانا بنت روحيه، وده شرف انا هفضل طول عمري يعني احطه على صدري. يعني حاجه كده ناس كتيره للاسف الشديد استغلوا اسم دكتور ابراهيم الله يرحمه بعد وفاته، وكانوا بي 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 يعني ايه بيتشدقوا بان هم ابنائه وعلى نهجه بس بعد كام سنة ابتدى يخفت الاهتمام ده، وابتدت الصورة تتشال وتتحط صورة المدرب بدون ذكر أسماء أو المدربة. أكيد ده بيحزني. يعني أنا لما لقي أن الباوربوينت الخاص بدكتور إبراهيم الله يرحمه اللي هو في البرامج اللي أنا قلتها دي هو اللي كان بيعملها بنفسه، هو اللي فاهم المغزى، يعني اللي يعرف البرامج بتاع دكتور إبراهيم والباوربوينت الخاص بيه هيعرف ان هو يعني بيكتب رموز، ما بيكتبش شرح، اصل هو عايش بالظبط. يعني هو انا ضد مدرسه الكتابه اللي على السلايد اللي بيقعدوا يقروا. انا لما بدرب مدربين عندي الوضع مختلف تماما، لازم المدرب اللي يطلع من تحت ايدي يقول يبان بقى دكتوره منال الديب اللي دربته، يعني دكتور إبراهيم الاسم ده لازم الأمانة دي أحافظ عليها. فالوضع بيختلف، فالرموز اللي بيكتبها دكتور إبراهيم الله يرحمه اللي ما حضرش معاه الشرح خلص مش هيعرفها. يعني أنا شفت موقف بنفسي لا أنساه، يعني أحد الأشخاص بدون ذكر أسماء هو أساساً ما كانش مدرب، بس بعد وفاة الدكتور الله يرحمه ركب الموجة وأصبح هو المدرب الأوحد، وأخدوا هم اشتروا الباوربوينت معرفش جابوه منين. في مرة من المرات يعني حد بيحكي لي أنه كان في سلايد مش فاهمه مش عارف إيه ده، راح مكنسله. ما هو مش عارف رايح فين، ديليت. ما هو ده ممكن يكون عصب الموضوع. فدي يعني دل على شيء يدل على الكارثة اللي واصل فيها التدريب، وده اللي أساء للتنمية البشرية. يعني أنا بقول أن التنمية البشرية وتطوير الذات هو بريئة تماما من كل الدخلاء والسيئات اللي بتحيق بتلتصق باسم التنمية البشرية، لأن أصبحت مهنة من لا مهنة له. بس هو في رسالة كويسة برضو يمكن من ضمن الأثر الإيجابي اللي أنا نفسي شايفه للدكتور إبراهيم الفقي. حضرتك لو نيجي نبص لمنتدى شباب العالم في النسخة الأولى تالتة رابعة شعاره إيه؟ السلام، التنمية، الإبداع. طبعا. فالثلاث كلمات دول في وسطهم التنمية. تنمية. والسلام معناه إيه؟ ما هو استقرار يعني تنمية. استقرار نفسي. والتنمية معناها تنمية في كل شيء. بالزبط. طيب حضرتك. والإبداع. الإبداع ده. فكر الإبداعي. ده جميل. طبعا. طيب. هناخد من كلام حضرتك ان احنا بنمشي على النهج لكن احنا متطورين. بالظبط. وده اللي انا شفته في منهج حياه حضرتك. احنا نسمع عن دورات اعداد قاده، مراكز اعداد قاده، اكاديميه اعداد قاده، لكن قاده التغيير دي جديده شويه. اكاديميه قاده التغيير هل هي تخصص تنميه بشريه ولا فيها مجالات اخرى؟ او التطوير نفسه بيدينا علم جديد ممكن احنا نستفيد منه؟ أكاديمية قادة التغيير أنا أنشأتها من 2013 بعد وفاة الدكتور الله يرحمه. أنا كان عندي مركز سمارت فيجن، ده كان أيام دكتور إبراهيم الله يرحمه من 2008، كانت في مدينة نصر.
يعني انا بحكم ان انا كنت دايما عايزه ابقى اكون قريبه منه بحيث ان هو لو احتاجني في التدريب ما بقاش بعيد يعني يبقى على طول مركزي جنب المركز بتاعه. فانا كنت حابه اني اكون في مدينه نصر. الحقيقه بعد وفاته الصادم والمفاجئ انا ما حبيتش خالص ان انا ابقى في مدينه نصر، ونقلت كل حاجه وغيرت اسم المكان بتاعي. ولقيت ان احنا يعني احنا كنا في 2013 كنا خلاص يعني فعلا محتاجين التغيير. فلقيت ان اسم قادة التغيير اسم معبر وقوي ويدل على المرحلة اللي احنا داخلين عليها. فهو المركز او الأكاديمية مهمتها حتى في الترخيص بتاعها تنمية وتدريب المهارات البشرية. إذن هي مش بس مقتصرة على علوم التنمية البشرية، لا احنا بندرب حاجات كتير جدا. اخرهم انا دخلت دراسة جديدة، انا قلت احنا مش عايزين نكون بندرب نظري فقط، لا احنا عايزين ننمي مهارات عملية للناس. فابتدينا نعمل مبادرة اسمها مهنتك في حرفتك. مهنتك في حرفتك داخل فيها عملنا تعليم صناعة الجلود، عملنا الديكوباج، علمناهم جدنا سيدات وعلمناهم. جميل جميل. ده اخر حاجه عملتها من حوالي سنه مؤخرا، اضفت اللي هو تعليم الطهي والحلويات. جميل. تخريج الشيف المحترف. الشيف المحترف انا جبت لهم شيفات يعني على اعلى مستوى من الكفاءه بحيث ان ياخدوا الخبرات بتاعتهم والتركات اللي بيعملوها عشان يبقوا فعلا شيفات محترفات. حضرتك عملتي حاجة جميلة، عملتي مش ميكس، عملتي تغيير للقيادة. القيادة مش ان انا بقف على الستيج واقول محاضرة. بالظبط. القيادة في المهنة، القيادة في الفندق، الشيف في الفندق، القيادة. فانت خدت القيادة، بدأت تشتغل على كلمة يعني لا انا لازم اطور، لازم انمي حرفة، لازم يكون في مهنة. وخصوصا في الظروف الاقتصادية اللي الناس بتعاني منها، ده أصبح مصدر دخل لناس كتيرة بقت دلوقتي ليها اسمها الحمد لله رب العالمين. ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى بقوا مشيفات محترفات متميزات بيطلبوا بالاسم. يعني مش لازم يطلعوا في التلفزيون، ممكن بعد كده يبقوا يطلعوا في التلفزيون في إطار التغيير، بس هم شغلهم على الفيسبوك. تمام. يعني بيسوقوا حاجتهم وبيطلبوا. في إطار التغيير معنا تقرير هنسمعه ونشوفه، ابقوا معنا وعودا معكم إن شاء الله. Thank you.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى مع دكتوره منال الديب. دكتوره، عالم دكتور ابراهيم الفقي هو مكتبته بالظبط، ازاي قدرت تحافظي عليها الفتره دي كلها؟ هو دايما دكتور ابراهيم الله يرحمه كان يقول انا ثروتي هي كتبي. حقيقي. كان دايما اي فلوس ما يحطها في الكتب، هو كان عشقه وحياته الكتب. بعد وفاته الله يرحمه طبعا البيت كان اتعرض للحريق والكتب اتعرضت للحريق، وكانت عباره عن طبعا تناثرت على الارض اكوام من الكتب، كانت في حاله يعني لا يرثى لها، وكانت فعلا متدمره تماما. مدام امال زوجة دكتور ابراهيم الله يرحمه وهي في مثابه امي وحبيبتي، كانت طبعا عايزه تسافر كندا، ملهاش حد بعد وفاه الدكتور، عايزه تسافر لبناتها ومش عارفه تعمل ايه في الكتب دي. يعني بالنسبه لها هو يعني عارف حاجه كده اتبعزقت واتبهدلت واتاثرت باثار النار بتاعه الحريق، بس مش النار، الدخان. نعم. انا الكتب وصلت لي في حاله يعني عايز اقول لحضرتك العمال اللي كانوا بيطلعوها كانوا زاهدين فيها، بيقولوا لي ايه ده يعني يعني بيقولوا لي بيعها الربابيكيا بالكيلو، تخيل. يعني حقيقه انا لما الكتب جات لي انا حصل لي يعني فلاش باك، افتكرت موقف كان حصل ايام حياه دكتور ابراهيم الله يرحمه، يمكن كنت نسيته مع حادث الوفاه لكن افتكرته ساعتها. ايه هو الموقف؟ كان كالاتي، هو كان عازمنا على الغداء في بيته الله يرحمه، كان عازمني انا وزوجي لان هو كان طبعا في زيارات عائليه متبادله. فحصل انه بعد ما اتغدينا قال لي تعالي افرجكوا على المكتبه، كان عمال يفرجنا على المكتبه كتاب، يعني ركز قوي معايا في كل قسم، وبقى يطلع لي كتب ويقول لي شايفه ده. لقيته بيقول لي في يوم من الايام هتقعدي على المكتب ده. في مداخله لحضرتك فانت هتقولي الو وتردي عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة منال؟ أهلاً 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 عمي العزيز، أخبارك إيه؟ الحمد لله رب العالمين، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ دايماً متألقة، دايماً متألقة ورافعة راسي أنا شخصياً. الله يخليك يا رب. أبوكي مستاذ. الله يرحمه. إزيك عامل إيه؟ والله راجل عجوز في 77 سنة، أنا بقول أنا شاب في 77. طبعاً طبعاً، ربنا يديك الصحة يا رب. يا رب الشباب بس يبقوا زينا باذن الله وزي الدكتور ابراهيم. ربنا يديك الصحه ويقويك على استكمال الرساله، يعني احنا بنحاول بقدر الامكان، ربنا يقدرنا يا رب. لو اقدر اقول حاجه مش فيكي ولا 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 كذا، لكن ابناء الدكتور ابراهيم الفقي كتير جدا 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 على مستوى العالم. المخلصين ربنا يصلح حالهم ويهديهم ويهدينا جميعا. انت اول المخلصين لهذا الرجل العظيم، بنته، وكان بيقول بنتي البكرية في التنمية البشرية عليكي، وعملتي حاجتين أقولهم للناس بسرعة. نمرة واحد، المكتبة بتاعته لما اتحرقت قطبتيها وعملتيها وفتحتيها، حلوان مكتبة الدكتور إبراهيم الفقي. نمرة اثنين، التكريم بتاعه في مصر، انت اللي كنت وراه وحصل له تكريم في أكثر من 40 دولة حكومات منهم الحكومة المصرية، بس انت اللي مشيتي فيها وحصل له تكريم في مصر. فانا الحاجتين دول بحب اقولهم للناس دايما عشان الناس بتنسى، ولكن الراجل ابراهيم الفقي العظيم ابن مصر العظيمه ده، يا رب الشباب كله يبقى زيه باذن الله، وانت طبعا زيه او في طريقه. ده شرف لينا، ويا رب يقدرنا ان شاء الله ان احنا نستكمل المسيره بتاعته ونكمل الرساله اللي هو حملها لنا. ممتاز. والبركه فيك بقى دلوقتي ان شاء الله. البركه في العجائز، البركه فيكم يا شباب. شكرا معالي المستشار سيد الفقي، اخو الدكتور ابراهيم الفقي، شرفتنا ونورتنا يا فندم. حضرتك بان على وشك التاثير، فمش هنخش في الجزئيه اللي ممكن تخرج مشاعر. حضرتك كان ليك السبق في برامج متعدده ومتميزه زي قاده التغيير، دخلتي في مجال الرشاقه. ايه وجه الارتباط بين التنميه البشريه والرشاقه؟ دي كانت من تطورات دراستي مع دكتور ابراهيم الله يرحمه. يعني مثلا انا ابتديت معاه في 2005، 2007
شهر 8 بالتحديد كنت عملت كتاب اسمه 6 أسرار تجعلك الفراشة. كتاب كانت مهمته توضيح ازاي نوصل للرشاقة بأبسط الطرق وبأسهلها وباستخدام العلوم اللي أنا اتعلمتها. وكان ليا برنامج تلفزيوني برضو اسمه أسرار الطاقة والرشاقة. فكانت دي الانتقالة من موقع التلميذة لموقع الأستاذ أو اللي عمل حاجة مختلفة. حتى دكتور إبراهيم الله يرحمه هو كتب لي المقدمة بتاعة الكتاب، وهو من كتر ما كان فرحان باللي أنا عملته كان دايما يتباهى بيا ويطلعني على الستيج قدام الناس ويقول لهم شوفوا منال عملت إيه. وقال استضافني في لقاء مع شخصية ناجحة في برنامج على الـ ARTI، كنت أنا أحد الشخصيات الناجحة في نظره، وكان بيتباهى تماما باللي عملته ويقول أن أنا هيبقى في مساعدة معايا في الموضوع ده، هنساعد الناس لأن الناس محتاجة تخس. الفكرة أنا بنيت الفكر بتاعي، وطبعا سجلت حقوق الملكية الفكرية لي بعنوان دعوة للصحة والطاقة. كان الفكر فيه إن إحنا مش محتاجين إن إحنا اللي عايز يخس مش يقدر يمشي على دايت أو يحس دايما بالحرمان، هو محتاج يعمل لايف ستايل. ازاي اللايف ستايل ده يبقى مريح بالنسبه له؟ يا هو اللي يغير طريقه اكله، يغير طريقه شرب الميه، يغير طريقه التنفس، ويغير نظرته الذاتيه. طيب. طبعا انا دي عايزه حلقه، عايزه حلقات كتير. طبعا طبعا طبعا. هنقول اسم وتعليق في موجز بسيط. الدكتور ابراهيم الفقي ابويا الروحي، استاذي، من علمني معنى وجودي في الحياه. المستشار سيد الفقي ربنا يديله الصحة، هو بمثابة عمي وداعم ليا جدا. يعني هو شايف انه اللي انا عملته مع دكتور ابراهيم الله يرحمه بالنسبة للمكتبة وبالنسبة للتكريم اللي خليت الدولة تكرمه في 2017، هو شايف اني يعني وفاء لدكتور ابراهيم الله يرحمه انه يكمل تدعيمه ليا. معالي النائب محمود بكر رحمة الله عليه الله يرحمه كان انسان بمعنى الكلمة. يمكن أنا فترة معرفتي بيه ما كانتش كبيرة، بس هو شرفني في قادة التغيير وانبهر بالمكان وبالحاجات اللي بتقدمها، وكان طلب مني أن أنا أشارك معاه في ندوة لتوعية الشباب عن الإدمان والمخدرات، وأنا شاركت بيها بالفعل في المعصرة. كان حد عايز فعلاً يطور، عايز يعني في مشروع حلوان خضراء وانه المليون شجره مثمره كنا المفروض ان احنا هنكمل فيها. كلمه تحب توجهها لشخص اثر في حياه الدكتوره منال؟ لو هتكلم على شخص ممكن يبقوا اتنين يعني بسرعه. يعني طبعا اساس الدكتور ابراهيم الله يرحمه اللي هو غير حياتي كلها وخلاني فعلا افهم ان الانسان ما ينفعش يعيش انسان عادي، لازم يبقى له بصمه، ويا رب يجعلنا اثر. الشخص الثاني هو زوجي المهندس مصطفى غريب، الداعم الحقيقي ليا من اول يمكن ما اتجوزت، كمان اتجوزت في الثانويه العامه بعد الثانويه العامه، فهو كمل معايا واستحمل كتير وقابلنا حاجات كتيره وحشه، بس الحمد لله هو كان دايما اكبر داعم لي. هو يعني جزاه الله عني كل خير. كلام حضرتك هو زي ما قلت في بدايه الحلقه هو وفاء العطاء. فحضرتك عندك وفاء العطاء بشكل قوي جدا ما شاء الله، يعني نتمنى يكون الناس كلها عرفته ويبقى موجود عند الناس كلها. في نهايه حلقتنا او هقول رحلتنا في عالم التنميه البشريه وتطوير الذات، بنشكر حضرتك دكتورة منال، شكرا لحضرتك على اللقاء الجميل ده بجد، ونتمنى تكرار مرة أخرى بمجال أوسع إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا أعزائي المشاهدين، كان معكم محمد عنتر، برنامج ترند كافيه.